تشارلي تشابلن واحد من أشهر الفنانين في السينما عبر تاريخها. ما هي جنسية تشارلي تشابلن؟ إنجليزي. إنجليزي وإجابة صحيحة. الشنب المبروم أحمد. إجابة بالعربي أستاذ. أحمد عصام نقطة للشنب المبروم. شنب المبروم. ما قالت طيب. لا هو الأول. الأول. فهمتوا ثانية. كنا لسه بنعرض مشهد من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، المهرجان الأعرق في المنطقة. مين أول رئيس لمهرجان القاهرة السينمائي؟ سعد الدين وهبة. كلنا كنا فاكرين كده بس لا الملاخ، كمال الملاخ. إجابة صحيحة. الشعب المبروم. الشعب المبروم أول رئيس لمهرجان القاهرة السينمائي. كده 2-0 للشنب المبروم. أيوة. إن شاء الله خير. طيب السؤال برضو في سرعة. في فيلم مولد يا دنيا ايه الاغنية اللي اتغنت للحصان؟ يهديك يرضيك. واجابة صحيحة. برافو. دي رقصت رأسك الفيلم على طول. يهديك يرضيك الله يخليك. واجابه هنديله نقطتين. لا عملت اداء. اداء ده ولا مش اداء؟ شكرا. اداء ده ولا مش اداء؟ كده الشنب المبروم هيزعل. كده متعادلين. الاداء لازم يبقى فيه له نقطه اضافيه. مش كل الاجابات ينفع معها الاداء اكيد. طيب ده برضو سؤال سينمائي واللي هيقول اسرع. في فيلم لصوص لكن ظرفاء كان عادل امام بيشارك في الفيلم وطول الوقت كان بيغني لمدينه بعينها. طنطا وعيش بعيش اوان. طنطا وعيش اوان. طنطا وعيش اوان. طنطا بلدي طنطا وانا احب اعيش اوان. ده هزم انهزام. ايه النقطتين؟ الفكره ان انا اصلا ببقى بلوك. انا انت عايزه انت قلتي انا قلت على فكره بس هم كانوا قالوا الاول. لا صوتي اوطى. لا تعالي صوتك. فيلم إشاعة حب بطولة عمر الشريف وسعاد حسني. طبعا فيلم من اجمل الافلام. طبعا حاجه لطيفه جدا. طبعا كانت احداث الفيلم بتدور في بورسعين. اي مدينه؟ بورسعين. بورسعين. اجابه صحيحه. صح كده خلاص. ايوه هي بورسعين. شو اشعرتي امانه. طيب اللي فيكم هيقلد هند رستم في الفيلم ده؟ بحبك بعبدك بموت في هواك. موه موه موه.